سيد محمد القبلاوي لقناة التناصح هو معنا عبر الآن عبر الهاتف. مرحبا بك سيد محمد القبلاوي. مرحبا. سيد محمد، يعني قلت بأن الحكومة الأمريكية تفهمت مخاوف حكومة الوفاق من التدخل الأجنبي وأكدت رغبتها في إيقافه، خاصة فيما يتعلق بالتدخل الروسي. إلى أي مدى الحكومة الأمريكية فعلا قلقة من توسع النفوذ الروسي في ليبيا؟ نعم، وحقيقة كل الاجتماعات الثنائية بين الوفدين الليبي والأمريكي أخذت في مجملها المنحى الأمني ومناقشة العدوان وكيفية إيقافه وكيفية مساعدة الولايات المتحدة الأمريكية للحكومة الشرعية لتعزيز سلطتها على التراب الليبي. وهذا كان واضح في بيان الخارجية الأمريكية الذي أصدرته قبل يومين. فيما يتعلق بآلية وكيفية المساعدة، هناك من المفترض أن تكون لجان بين الطرفين لمتابعة كل المستجدات التي تحدث على الأرض ومتابعة ما صدر عن اللقاءين السابقين بين الوفدين الليبي والأمريكي. وبالتالي فإن حكومة الوفاق تعي تماما أنه يتوجب على الحكومة الأمريكية أن تتخذ خطوات على الأرض، بمعنى أن يكون هناك شكل عملي واضح وصريح حتى يتم إيقاف هذا العدوان، خاصة أن الخطة الأمنية التي عرضها وزير الداخلية فتحي بشاغة أكد من خلالها على ضرورة انسحاب القوات المعتدية ورجوعها إلى أماكنها التي أتت منها. وبالتالي فإن عملية وضع خطة أمنية محكمة بمساعدة أمريكية سيتوجب إذن على الحكومة الأمريكية أن تكون هناك قوات عملية على الأرض، وهذا ما تسعى إليه حكومة الوفاق، وسيتضح خلال المدة القادمة وما هي الخطوات التي ستتخذها على الأرض، سواء كان بالضغط على الدول الداعمة للعدوان، سواء كان بمساعدة حكومة الوفاق. هذا سابق لأوانه، لأنه بالتأكيد سيكون القرار لدى الإدارة الأمريكية. نعم، لكن سيد محمد القبلاوي، يعني إلى أي مدى لمستم جدية حقيقية من قبل الحكومة الأمريكية في التصدي للتدخل الروسي في ليبيا؟ هل كان هناك ملامح جدية واضحة؟ بالتأكيد نعم، كان هناك جدية وكانت هناك رغبة لمساعدة ليبيا، والدليل على ذلك أن البيان الأمريكي لأول مرة عندما يصدر بيان عن الخارجية الأمريكية منذ العدوان على طرابلس يسمي دولة بعينها ويسمي تدخلا بعينه وهو تدخل روسي، وهذا يعكس مدى جدية الإدارة الأمريكية وأهمية هذا الموقف وخطورته بالنسبة للمصالح الأمريكية. طيب، لكن هنا طبعا وجب التنبيه أن حكومة الوفاق تعي تماما وهي الرسالة التي تصل ووصلت إلى الإدارة الأمريكية أن هذا التدخل الروسي ما كان ليحدث وما كان ليكون لولا ما سبقه من تدخلات خارجية من قبل دولة الإمارات وكذلك جمهورية مصر وكذلك فرنسا وغيرها كالأردن والسودان. وبالتالي فإن إيقاف هذه الدول عن التدخل سيؤدي بنتيجة وبطبيعة الحال إلى إيقاف التدخل الروسي، خاصة إذا ما علمنا أن الاستعانة بشركة فاغنر وبالمقاتلين الروسيين كان بعض هزيمة قوات خليفة حفتر جنوب طرابلس والقوة الضربة التي أوجعته من قبل قوات حكومة الوفاق الوطني والقوات المساندة. طيب سيد محمد، سيد محمد القبلاوي، نعم ذكرتم أن تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة المستجدات
عالجت مسألة التدخل الأجنبي والبحث أيضا كما ذكرت الآن في أي آليات مساعدة حكومة الوفاق في بسط سيطرتها. وهنا أريد أن أسألك يعني ما طبيعة هذه المساعدات التي بحثتموها مع الجانب الأمريكي؟ هل هي فقط مساعدات سياسية أم ربما تكون أيضا حتى على الصعيد العسكري؟ لا، أنا كنت واضحا في جوابي من خلال السؤال الأول أن هذا سيعود إلى الإدارة الأمريكية، ولكن ما لمسناه وما تم الحديث حوله هو مساعدة الحكومة الشرعية على بسط سلطتها على كامل تراب الدولة الليبية. وستحدد بالتأكيد الإدارة الأمريكية آلية هذه المساعدة بالطرق التي تراها مناسبة، ونحن نترقب وندعو إلى خطوات عملية حقيقية على الأرض حتى لا يكون هذا البيان كبيان سابق. نحن نتذكر في أواخر أبريل تقريبا أو بداية مايو كان هناك بيان للخارجية الأمريكية أو وزير الخارجية الأمريكية، ولكن لم تكن هناك خطوات عملية، وبالتالي فإن الخطوات العملية على الأرض هي التي ستحدد ملامح هذه المساعدة وستفتح المجال حقيقة لتعاون ليبي أمريكي. واضح. نعم واضح سيد محمد. نعم واضح سيد محمد. نعم، هل كان هناك أي اشتراطات من الجانب الأمريكي من أجل تقديم هذه المساعدات أو من أجل عرض مساعدتهم على حكومة الوفاق؟ هل كان هناك أي اشتراطات أو طلبات أمريكية؟ لم يكن خلال هذه الاجتماعات لم تكن هناك أي اشتراطات، وإنما تمت مناقشة الوضع الحالي والخطة الأمنية التي عرضت من قبل وزير الداخلية والموقف السياسي بالنسبة لحكومة الوفاق الوطني وأهم خطورة التدخل الأجنبي وخاصة الروسي كما عبرت وزارة الخارجية الأمريكية. ولم تكن هناك أي اشتراطات أو مطالب معينة طلبتها الحكومة الأمريكية على الأقل إلى الآن. في هذه الاجتماعات التي حصلت من خلال هذه الزيارة التي قام بها معالي وزير الخارجية ومعالي وزير الداخلية. نعم واضح. نشكرك جزيل الشكر السيد محمد القبلاوي المتحدث باسم وزارة الخارجية، كنت معنا عبر الهاتف.